اليوم غنحضروا واحد الحليب بالمكسرات كيجي واعر 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 بخصوص مسابقة رمضان على قناة ميرا شوبينغ على بركة الله. بسم الله، شنو كنحتاجو لهذا الحليب؟ هذا الحليب كنحتاجو له واحد جوج كليكيات قطعين هكا طريفات مع واحد جوج معالق ديال بودرة اللوز. كنشدو اللوز كنطحنوه وكنحصلو على البودرة اللوز بحال هكا. اللي بغى يطحن اللوز ديريكتومون في الخلاط الكهربائي ما عندناش مشكل، غير باش ما يبقاش طروفة كبار. داكشي علاش كنفضلو اننا نطحنوه كنردوه بودرة بعدا في الخلاط في هذا الصغير ديال العطرية، وعاد تنفضلو نديرو في الخلاط الكهربائي ديال العصائر. كنشدو عبسانيتنا واحد جوج معالق حتى لثلاثة ديال اللوز مسلوق ومحيدة له القشرة، وتنطحنو حتى هو متيكونش مطحون بزاف، غير قليل بحال هكا. بسم الله، باش كنساعدو كيما كتليكم الخلاط. وعندي هنا واحد الحفينة ديال الزبيب كيما كتلاحظو، شي بزاف واحد شوية الحفينة هكا بيدينا. وعندي هنا واحد جوج مشينيشات فقط، إلا توفرو ما توفروش ماشي مشكلة، أنا حنتوفرو عندي غادي نديرهم. وعندي واحد ثلاثة التميرات كيما كتلاحظو هنا، وعندي واحد المعلقة د العسل. المعلقة د العسل تقريبا كيما نقولو ضرورية، ولكن إلا مكانتش ماشي مشكل، تقدرو تخليو بسكر أولا تخليو تكتفيو بها كحيت فيه الزبيب والتمر كيجي زوين. أنا كندير التين مجفف مع هاد الحجر هذا، ما توفرش عندي، ما غاديش نديرو في هاد الحليب المكسرات، ولكن حتى هو تيجي زوين. بسم الله على بركة الله. أول حاجة غادي نوضعو الكل في الخلاط. بسم الله هكا، وهاد الحليب المكسرات كيجي واعر كيجي زوين تبارك الله ما شاء الله. هكا الوليدات الصغار ما تيبغيوش لنا المكسرات، بالنسبه للناس الكبار اللي عندنا في الدار تيكونوا والدينا ولا جدودنا ولا هكا تيكونوا كبار عندنا ما تيستطيعوش انهم ياكلوا اللوز كيكون قاصح. كنديروا لهم بهذه الطريقه هذه، فريمون كيجي غزال ما شاء الله، وفي نفس الوقت كيستافدوا زعما من المكونات اللي فيه كلهم. بسم الله، رجعت معكم هنايا باش تشوفوا الحليب ديالنا بالمكسرات. بسم الله حاضر، وكيجي زوين ورائع ما شاء الله. هانتوما كما كتشوفوا العصير ديالنا ما شاء الله كيجي خاطر، كيجي عقد وكيجي زوين وخفيف غير المكسرات ما شاء الله. والاهم انه كيجي بنين ومفيد وغني. عندي لكم هنا واحد الحيله، عندي هنا القشور ديال اللوز كنشدهم ما كنرميهمش. النهار قالت لي الوالده ديالي ما شاء الله لا تصحتها، وانا كنستعملها كنشدهم كنديرهم في الفران حتى كييبسوا. ملي كنكون مطيبه الخبز كنطحنهم وكنبقى نديرهم وسط الخبز اولا كنزوق بهم الكروس، كيجيو رائعين وكيعطيو واحد البنه زوينه للخبز. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وتردوا علينا الخبر. وبالصحه والراحه، وما تنساوش لي لايك. شكرا، نهاركم مبروك. Thank you.